كل متابعي اليوم السابع هنكون معاكم في لايف جديد من شارع عبد العزيز. هنتعرف النهارده على سوق شارع عبد العزيز اللي كل حاجه موجوده فيه من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا، سواء تكييفات او اجهزه الكترونيه وغسالات وثلاجات. نتعرف النهارده على احد اصحاب المحلات. مساء الخير، نتعرف بحضرتك. كيف؟ كلمني بقى، يعني اديني فكره كده في البدايه عن شارع عبد العزيز. والله يا فندم، هو شارع عبد العزيز يعتبر من اقدم الاسواق الموجوده في مصر بالنسبه لجودة الاجهزه الكهربائيه. فيها كل ما يلزم البيت من اساس من اجهزه كهربائيه، وكل ما يلزم الاسره من ثلاجات وغسالات وتكييفات، وكل ما يلزم المطبخ المصري من ثلاجات وشاشه وبوتاجازات. طبعا هنا بيجي لنا ناس من جميع انحاء الجمهوريه، ناس جايه من اسكندريه او 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 او. الاقبال الشديد النهارده يعتبر الناس ثلاث ارباع الناس النهارده بتيجي تبص، يعني اكتر الناس بتبص على التقنيات الجديده بالنسبه لاي حاجه انفنتر او مثلا بالنسبه مثلا التكييفات. يعني ثلاث ارباع السؤال عندي اليوم تكييف، بسال مثلا التكييف مثلا يكون بارد بلازما ديجيتال، واهم حاجه يكون بنزل لهم الانفنتر عشان خاطر بس الاستهلاك الشهري للكهرباء. وفي بعض الناس بتفضل البارد ساخن عشان خاطر صيف وشتاء. بالنسبه برضه للثلاجات برضه اكتر الناس برضه بتسال برضه على ثلاجات الانفنتر. وبالنسبه لثلاجات النو فروست بالذات ما عادش حد بيسال على الثلاجات العاديه ولا الحاجات دي. طبعا يعني الحاجات الموفره اللي بينصح بيها اي عريس وعروسه بيجوا يجهزوا شقتهم، يعني كل ما هو موجود عليه انفنتر سواء مثلا من اي براند، عشان بس ما نتكلمش حق حاجه تاني. يعني ثلاث ارباع الناس النهارده اللي بيجي يكلمني في شيء اهم حاجه عنده يكون انفنتر. يعني لو خدت بالك الكادر جاب العرض الداخلي، هتبص هتلاقي فيه حاجات، يعني حتى المبردات المايه بقى في منها انفنتر وفي منها عادي. بعض الناس بتستغل التكييفات، لكن عايز تكييف بارد ساخن عشان خاطر استعمله مره واحده بس سواء صيف او سواء شتاء. ففي في في ناس بتسال عشان خاطر تجيب الحاجات دي لقدام. يعني في ناس بتبص على الحاجات دي كتير يقول لك انا اجيب مره واحده بس. في بعض الناس بالنسبه لها مش قلت لك انا عادي بس صاحب العالي يميز يعني بس. فانت لو خدت بالك كده تلاقي ثلاث ارباع الحاجات كلها بقت كلها بتقنيه الانفنتر وتقنيه جديده برازما كلاستر، سواء في ثلاجه او في غساله او في بوتجاز، حتى بوتجازات الاخرى برضه نفس القصه بس بالظبط. فالناس النهارده بتبص النهارده للديزاين، بتبص للتقفيل والفينش والضمان للكواليتي كده بعد البيع. دي اكتر الحاجه المطلوبه مننا وبتسال مننا كل يوم، سواء في شاشات او في ثلاجات او في اي مركن كانت، تكييف، مروحه، خلاط، شفاط، كل حاجه النهارده بقت ليها مميزات وليها تقنيات عاليه جدا جدا جدا، سواء من خلاط لمكنسه لشفاط لي. فده كله النهارده طبعا احنا 2024، وكل مدى كل ما في حاجات بتيجي جديده، يعني كل مدى كل ما ايه تظهر تقنيات جديده وحاجات جديده، سواء في التكييف، سواء في الخلاط، سواء في الشفاط، سواء في كل حاجه. والله يا فندم الشارع ده انا هنا بقالي 25 سنه، جيت لقيت الشارع ده زي ما هو كان عباره عن بعض المحلات بتبيع اجهزه كهربائيه وبعضها لا. حاليا دلوقتي الشارع كله بقى اجهزه كهربائيه والتليفونات المحموله بس. اكتر الحاجه اللي بتتباع هنا في المنطقه دي، منطقه شارع عبد العزيز ومنطقه ارض شريف، اجهزه كهربائيه. هنا اكتر من حوالي 40 سنه تجاره الاجهزه الكهربائيه، من ايام التلفزيون والتلفزيون الابيض والاسود وال 14 بوصه وال 16 بوصه لغايه دلوقتي للشاشات ال سي دي وال ال اي دي والكي ليد. طبعا الحاجات دي كل يوم كل ما بيطلع كل في حديث في 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 في. فهو ده المكان الوحيد التجاري في القاهره الكبرى. اي حد بيجي ياخد مننا، اي حد بينزل المكان ده يتسوق منه ياخد احدث حاجه نازله في اي شيء. والله يا فندم اهم حاجه الاصدار، تكون حاجه مثلا اصدار حديث 2024 مثلا، حاجات انفنتر بالنسبه برضه للتكييف يكون برد ساخن انفنتر، اهم حاجه برضه البراندات المعروفه مش حاجات مثلا اللي هي موجوده الهويه بس. ف يعني في حاجات بتختلف. وبعدين النهارده انت معلش بالكلمه، اللي بيشتري حاجه النهارده عارف الموديل اللي هو بيشتريه، عارف الحاجه اللي بيجيبها، عارف هي ايه، اولها ايه، اخرها ايه، استهلاك شهري. اي حاجه النهارده بقت لها امر افتراضي، بقت لها ضمان، بقى في خدمه من بعد بيع، بقى في استعنا بالمنتج، المنتج المصري بقى ليه استعنا جامده جدا 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 عن المنتج المستورد. فالنهارده في بعض الناس تاخد منتج مستورد تيجي تبص لها مفيش قطع غيار،
مفيش المنتج المصري النهارده بتحدد كفاءته بطريقه عاليه جدا. حتى تاخد بالك ده كله منتج مصري تمام، يعني ده كله كده منتج مصري تعدل كفاءته تمام. يعني مثلا دي ثلاجه فريش زي ما انت شايف كبراند، تعدلت الكفاءات والمنتج المصري النهارده تحول بنسبه 99% عن الاول، ضمان وكواليتي وخدمه بعد البيع. هتيجي بعض الناس النهارده يقول لك انا عايز مستورد، يجي النهارده يقف تحت حظر القطع غيار، تحت حظر الضمان، يقول لك مفيش قطع غيار، مفيش. فننصح اي حد بيشتري ياخد الكواليتي المصري. الكواليتي المصري مش وحش على فكره، ده جميل جدا 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 جدا. هنا برضه بقى في انتاج، بقى في اهتمام بالمنتج، في تقنيه عاليه جدا جدا على فكره، يعني مش حاجه كده، لا ده تقنيه عاليه جدا جدا جدا، وفي كل حاجه عامه يعني. بس والله يا فندم احنا ملتزمين بايام الحظر طبعا، مواعيد عملنا تبدا من الساعه بالظبط من 11 او من 10 الصبح. طبعا المواعيد القافله الرسميه اللي هي الايام العاديه لحد الساعه 10، والايام اللي هي الاجازات لحد الساعه 10 بالليل.